صباح الجمال، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. النهارده بقى هنعمل العكاوي باجمل واسهر طريقه. عايزه اقول لكم كده ما شاء الله سهله وسريعه وطعمها بجد حلو جدا، واعرفك ازاي تبقى دايبه كده والصوص بتاعها كده يتاكل قبل العكاوي اصلا. ما شاء الله، اللهم بارك. عيد اضحى سعيد. طبعا احنا خلاص يا جماعه فاضل اسبوع على العيد. كل سنه وانتم طيبين يا رب، وخير وصحه وكده وسعاده وراحه بال، اللهم امين يا رب العالمين. قبل ما ندخل على الوصفه يا اخواتي، بفكركم كده باللايك الحلو بتاعكم شير وكومنت حلو زيكم. ايه رايكم في الطاجن؟ طب ايه رايكم في القطعه كده؟ ما شاء الله كده بجد دايبه دوب، حاجه كده بجد فاخر من الاخر. يلا ندخل على الفيديو، ان شاء الله اللي هيعجبك جدا ويطلع منه بامر الله مستفاد. يلا، اول حاجه يا جماعه الكيلو العكاوي. انا معايا كيلو من العكاوي، بياخد كيلو بصل تقريبا، يعني اقل من الكيلو حاجه بسيطه خالص. تمام كده، انا النهارده هشتغل في الطاجن، وعلى فكره ممكن تشتغلي في الحل، مفيش اي مشكله خالص. خلاص كده نقطع بقى كده اهوت البصل بتاعنا بنفس ذات الطريقه، مش حلقات رفيعه. انا عايزاه جوانح كده، بس الجوانح تكون سميكه شويه. ليه بقى؟ لان يا جماعه هي بتقعد في الفرن تقريبا بما يعادل من ساعه ونص لساعتين، فالبصل لو كان رفيع قوي هيدوب قوي، مش هتلاقيه اصلا. هو كده كده ما شاء الله بيدوب كده بجد، بيبقى طعمه حلو جدا، وبيخليك العكاوي بتاعتك حلو قوي بجد. يعني انت كتري البصل كده، وطبعا ولو عايزاها سبايسي حطي كده كام قرن فلفل حامي ولا حاجه، بس بجد هي بتعتمد بقى على البصل والتوابل فقط لا غير. ما تخليش الحاجه سبايسي قوي والتوابل بتاعتها تكون كتم قوي كده عشان تحس بطعم اللحم. انا كده خلصت الطاجن زي ما انت شايفه كده يا ست البنات، انا هدخلها الفرن على طول وعادي خالص، مفيش اي مشكله. على البوتاجاز من فوق كده في الحله بتطلع بجد حلوه جدا. اي حاجه من ايدك يا ست البنات حلوه جدا، اللهم بارك. تمام كده، نبدا بقى نحط شويه فلفل اسود كده اهوت محترمين، ونطره جوزة الطيب لو انت حابه، وشويه كده ملح، وشويه سبع بهارات كده اهوت فقط لا غير. في حاجه اجمل ولا اسهل من كده؟ حطيت اللايك ولا لا؟ لو ما حطيتيش اللايك يا ريت يا جماعه تحطي لي اللايك كده، لان بجد اللايك بتاعكم بيفرق جدا جدا معايا. الله يبارك لكم يا رب. انا زي ما انتم شايفين هخلص التوابل كده زي ما انتم شايفين كده اهوت. وطبعا العكاوي ما بتتغسلش، بس انا بحب دايما اديها شطفه، لان احيانا كده بيبقى فيها شعيرات صغيره. خلاص كده زي ما انت شايفه ادعك البصل كده بالتوابل كويس قوي كده، احاول افككه كده من بعضه، لان طبعا بيبقى متماسك كده في قلب بعض. خلاص كده نجيب بقى كده العكاوي بتاعتي ونسمي الله بقى، ونبدا ان احنا ايه ننزلها كده اهوت بالتدريج زي ما انتم شايفين. ما شاء الله كانت قطعه عكاوي حلوه جدا، اللهم بارك. شايفين يا جماعه جمالها وحلاوتها؟ لا بجد كده اللهم بارك، كانت صغيره كده وجميله جدا ما شاء الله. نبدا بقى كده نجيب على طول الطاجن بتاعي، ونبدا بقى نرص فيه كده اهوت زي ما انت شايفه يا ست البنات. مفيش بجد اجمل ولا اسهل من كده. الطريقه دي حلوه جدا للعكاوي بجد حرفيا، وبصراحه الطاجن والفرن بيديها طعم كده حلو قوي، اكنك واكلاها مثلا في محل كبير ولا حاجه. زي ما انت شايفه يا ست البنات اهوت، نبدا بقى نقلب كده اهوت، مش بايدينا ولا اي حاجه، الطريقه العشوائيه جدا كده. خلاص كده، لان ما شاء الله الطاجن كان مليان. خلاص كده اقمريه بقى قمره حلوه جدا. على فكره الطواجن دي بيبقى ليها غطيان، لو ما عندكيش بقى لازم حته ورق زبده كده اهوت وورق فويل. تمام، انا عايزاها بقى تاخد لمعه حلوه قوي كده، فهحط لها معلقتين ثلاثه من الزيت. خلاص كده، وعلى فكره ممكن عادي جدا تحط لها معلقه سمنه كده ولا حاجه بلدي مثلا لو انت حابه طعم السمنه فيها. خلاص كده، طبعا كالمعتاد انا نسيت احط الملح وافتكرته اخر حاجه. شفت انا شاطره ازاي؟ ما بنساش، الله اللهم لك الحمد والشكر. زي ما انت شايفه كده دي اخر تقليبه بالملح كده، ونجيب بقى كده اهوت حته ورق زبده كده وعليها على طول الفويل. وطبعا انا شغلت الفرن بتاعي اول ما بدات ان انا اشتغل فيها كده اهوت على طول. الكاميرا دي بجد بتخليها تستوي معاكي بسهوله جدا، اللهم بارك. زي ما انت شايفه كده اهوت يا ست البنات، يا دوبك انا هسيبها كده ساعه وهبدا ان انا افتح بقى، يعني فتحه كده بسيطه اشوفها بقى اخبارها ايه، محتاجه ميه احط لها شويه ولا حاجه، استوت ما استوتش. وفي الاخر خالص هقوم فاتحه بقى الفويل كده من عليها، بحيث ان هي ايه تاخد كمره حلوه جدا. خلاص كده، وتاخد لون كده اهوت بقى من الشوايه حلو قوي. قبل ما تستوي بقى هنعمل شويه رز ابيض كده جنبها، وهي بصراحه بتحب دايما الرز الابيض. خلاص كده، معلقه سمنه كبيره كده اهوت عشان الرز بتاعك يطلع ايه جوسي كده وطري. وهبدا بقى اسمي الله وانزل الرز بتاعي على طول كده اهوت يا بنات، وافضل بقى هنا عينك ما تشوف الا النور. شوحي فيه كويس جدا جدا، كل ما تشوحي الرز بتاعك بيطلع مفلفل ومش لازق في بعض ولا اي حاجه. خلاص كده كميه الرز، طبعا انا ما بعايرش يا جماعه بالكوبايه، انا بحط الرز والميه بعيني كده اللهم لك الحمد.
خلاص كده اشوحه كده اهوت بقى يا بنات زي ما انت شايفين كده، حلو جدا ما شاء الله كده ماشي، وجنب بقى شويه سلطه كده خضراء وبس، يعني مستنيين ايه تاني اكتر من كده؟ لا بجد الاكله حلوه جدا جدا. وعايزه اقول لكم يا بنات ان ان شاء الله الاسبوع بتاع العيد ده هنعمل كده اكلات العيد اللي بتتعمل في العيد. خلاص كده حطيت له كمان كده اهوت شويه نطره بسيطه خالص من الفلفل الاسود، بتفرق في طعم الرز جدا جدا ما شاء الله ماشي. شوحته خلاص اهوت يا بنات، هبدا بقى اضيف له الميه بتاعتي كده اهوت بالتدريج على حسب برده هو عايز قد ايه، واسيبه لغايه لما يغلي ويتشرب كويس جدا جدا، وبعد كده هبدا اهدى عليه النار واسيبه لغايه لما يستوي معايا ويبقى مفلفل كده. بجد الاكله كلها في قلب بعضها تحفه. تعالوا بقى كده نطلع الطاجن بتاعنا ونشوف اخباره ايه. شايفين يا جماعه الجمال؟ اللهم بارك كده بجد دايب دوب. عايزه اقول لكم بجد انا كمان هسيبه بقى عليه كده اهوت واسيبه كمان شويه، اللون هيختلف خالص كده والطعم بجد بقى انا هسيب لك انت تجربي ما بيني وما بينك التجربه. انا عارفه متاكده ان ان شاء الله الوصفه بتاعتي هتعجبك جدا، حاجه كده دايبه ماشي. انا بس هسيبه يستهدى كده اهوت شويه ونبدا بقى نغرب بقى واوريكي العظمه. عايزه اقول لك يا بنات كده ان انت تمسكي اصلا العكوه معاكي في ايديكي كده ما شاء الله في ثانيه الا ثانيه بتلاقيها متفصصه في ايديكي كده، بجد من كتر البصل اللي احنا حاطينه بيخلي طعمها اصلا حلو والصوص بتاعها كده دايب وبيخليها لك بجد في حته ثانيه خالص. تعالوا شوفوا كده يا جماعه، بصوا كده ده الشكل النهائي ليها، بصوا الجمال، بصوا الحلاوة اصلا ما شاء الله اللهم بارك. وبس كده يا اخواتي الفيديو كان خالص، ايه رأيكم في الجمال؟ اتمنى من كل قلبي ان انتوا تجربوا الفيديو وتقولوا رأيكم في ايه، لان رأيكم بجد بيفرق معايا جدا. وكل